رمضان تيكون عنده واحد طابع خاص في المغرب ما شاء الله، وبقى ما عرف بقى ما قررتش بالضبط على حسب شنو غادي يكون في الجدول العمل ان شاء الله. فضروري غيكون كيكون واحد نص هنا والنص لهيها، المهم كنكون في المغرب في رمضان ضروري، ما يمكنش يدوز شويه. وكان كندخلش بزاف الكوزينه في رمضان شويه، كنبغي كلشي، ما كنبغيش، كنبغي داكشي دسم، ما كنبغيش غير البسمان وهذا، لا عز عليا انا نغمس كما كنقولوا.